أهلا بكم مشاهدين الأعزاء في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مثير للجدل. معه أنت أم ضده هو علامة فارقة، لها ما لها وعليها ما عليها. أمامنا جمال البنا وقد شارف 90، أما مؤلفاته فقد تخطت 150. لحظة يتكلم يثير جدلا أو يحدث ثورة على من سبقوه وأيضا على من عاصروه، لكنه في أي حال هو مفكر إسلامي بامتياز، شاء منتقدوه أم أبوا. حفر عميقا في الوعي الاجتماعي العربي والإسلامي، وسنطرح معه الليلة علاقته الملتبسة مع الإخوان المسلمين وخلافاته مع الأزهر وخروجه على إجماع العلماء وفقهاء الدين، كقوله بتحليل القبل وحق الإمامة للمرأة، والحجاب ملوش لازمة، والردة ليست كفرا. نسأله عن الجهاد والإرهاب وحوار الأديان وغيرها الكثير. جمال البنا اليوم نسألك الصدر الرحب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بك أستاذ جمال البنا. أنت المثير للجدل دائما في حلقة خاصة من برنامج مثير للجدل. في الحقيقة أنا في لقائي معك هذا وعبر منبر مثير للجدل على قناة أبو ظبي الأولى، أتمنى أن يكون لقاء وفرصة للتنوير، تنوير الشباب والمجتمعات، عوض أن يكون سبب للبلبلة. أهلا بك. أهلا بك ستي. هو في الحقيقة حذرونا وقيل لنا احذروا جمال البنا، لماذا برأيك؟ لأنه يختلف. بس قبل ما أتكلم أريد أن أتحفظ على كلمة الجدل، لأنها مكروهة في الإسلام في حقيقة الحال. يعني هناك أثر الذين أوتوا الجدل وحرموا العمل، يتنبأ لهم بالفشل. إحنا مش مثيرين للجدل، إحنا مثير للفكر. والفكر مطلوب في القرآن، أفلا يتفكرون أفلم يتفكرون. إحنا بنثير الفكر في حقيقة الحال، لكن حتى عن طريق هذا الفكر أنت متهم بأنك تقفز إلى آراء جديدة ومتطرفة، يعني هل أنت تتعمد ذلك؟ أنا لا أتعمد هذا أبدا، أنا ألتزم بالقرآن الكريم، ألتزم بالعقل، ألتزم بروح الإسلام، وأرفض أن ألتزم بكلام فقهاء. لأن الفقهاء يعني ليس شرطا أن يلتزم الإنسان بهم، بل على العكس، جاء الإسلام ليحرر الفرد من الأحبار والرهبان والكنيسة والمؤسسة، ويجعل علاقته بالله تعالى مباشرة. ولكن أنت تعرف أستاذ جمال البنا بأن آرائك يصفها الكثيرون بأنها تخاريف تثير البلبلة في المجتمعات في وقت نحن في أمس الحاجة إلى الإرشاد الصحيح، كيف ترد؟ نحن في حاجة إلى الفكر، نحن في حاجة إلى معرفة الحق، نحن لسنا في حاجة إلى الالتزام بالباطل خوفا من البلبلة. ساعات أقول لهم فكروا، وأن تخطئهم أفضل من أنكم تستلموا حلا جاهزا وسليم. أنكم تفكروا وتخطئهم أفضل من أنكم تتبعوا حل سليم دون تفكير. لأن أهم شيء في الإنسان أن نعمل عقله. طيب خلينا نبدأ بأول إذا يعني شئت فتوى لك هي أكثر ما أثارت جدل، وخاصة وأنها في هذه الأيام أثيرت مرة أخرى بمسألة النقاب والحجاب. الحجاب يقولون بأنها فريضة بنص القرآن والسنة والإجماع، ومن لا تلتزم به تنتهك أحد فروض الإسلام. أنت تقول بأن الحجاب ملوش لازمة، كيف؟ يعني ما قلتش لم، أنت اللي قلتي ملوش لازمة. أنت قلت في أحد حواراتك. هقولك هذا كلامك الحجاب... يا جمال بنا، هذا مش كلامي على فكرة. أيوه أنا بقول أن الإسلام لم يفرض الحجاب، ولكن فرض الحجاب على الإسلام، لأن الحجاب كان موجود من 2000 سنة قبل الإسلام، كان موجود في قانون حمورابي، كان موجود في الهند، كان موجود في اليهودية بشكل شديد جدا.
كان موجود في بيزنطة، كان موجود في أثينا أيام سقراط وإفلاطون. إذن هو شرعة أو تقليد قديم 2000 سنة قبل الإسلام. طيب أين الإشكالية أستاذ جمال البنا؟ يعني حتى لو لم يكن للأمر علاقة بالدين كما تقول أنت، لماذا تريد أن تفرض على المجتمع نمط واحد من اللباس كأن يكون سفوراً؟ فلنعتبر ذلك حرية شخصية أيضاً، من تتحجب فليكن لها ذلك، ومن لا تريد أن تضع الحجاب فليكن لها ذلك. يعني هل لديك استعداد أن الحرية تصل إلى تلبس من يجيب مثلاً ولا أكثر من هذا؟ بدل قضية حرية يبقى ضروري ناخد بالحرية. اللي عايزة تتنقب وما يبهتنش حاجة خالص منها، واللي عايزة تبين كل حاجة يبقى دي حرية. أظن إحنا ولكن أنا أحدثك بالقرآن يا أستاذ جمال البنا. هنا في إحدى صور أو آيات سورة النور، يعني هناك آية واضحة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها فسره الفقهاء الوجه واليدين. أنت تقول لا، يعني نظرية أخرى في هذا طبعا الأمر. من ناحيتين، أولا كما ذكرت لك من أساسيات الفكر الإسلامي في العصر الحديث ألا يلتزم بكلام الفقهاء. ده أساس. أنت الفقهاء كانوا وضعوا منظومة المعرفة الإسلامية من 1000 سنة على الأقل. الشيء اللي يتصوروه في 1000 سنة ما ينفعش النهاردة. تاني حاجة، هم بشر ليسوا أنبياء ولا معصومين. وزي ما قلت لك الإسلام جاء بتحرير الفرد من قيود الكنيسة ومن قيود الأحبار والرهبان، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أستاذ جمال البنا الآن تتحدث وكأن الشريعة ربما لا تنفع لأي زمان ومكان. يا ستي الشريعة تنفع في كل زمان ومكان، وبمعنى إيه؟ تفرض نفسها على التطور؟ لا، بمعنى أن لديها المرونة التي تتعايش مع التطور. فهمتي؟ ولكن هناك محجبات في عصرنا الحالي، وهن طبيبات وموظفات ومهندسات ومحاميات، يعني هذا لا يعيق، الحجاب لا يعيق هؤلاء النسوة في أداء عملهن. هو الحجاب لا بأس به، اللي هو الكشف والوجه والكفين، من ناحية أنه زي عملي. أولا الحجاب أصلا قضية زي، مش قضية دين ولا قضية عقيدة. يعني الرجالة برضو بيغطوا رأسهم وبيغطوا شعرهم علشان ما يبقاش فيه شمس ولا هوا، يلبسوا برنيطة، يلبسوا عمة. المرأة لما بتضع خمار على رأسها فليس هذا تقوى ولا ورع، لكن المرأة الجاهلية، ولكن علشان تحمي شعرها من الشمس ومن التراب ومن الغبار. فالقضية قضية الزي. الزي اللي هو بيكشف الوجه والكفين، أنا أعتقد أن أكبر أسباب شيوعه أنه زي عملي. يعني أراح المرأة من قضية تصفيف الشعر. إذن لماذا ترى في النقاب وصمة عار كما قلت؟ بلا شك. لماذا ترى في ذلك؟ لأنه يطمس شخصية المرأة.